حلو الحب مش هيك؟ يا ريت عيد العشاء بيقدر يجمع السياسيين يلي بتقاتلوا بأغلبية الأوقات وبتواجهوا على الشاشات وكأنهم بساحة معركة. يا حبيبي تعال الحقني شوف اللي جرالي من بعدك. صبي المخابرات ما بيقول لي هالحكي هذا. انا صبي مخابرات، انا صرمتي اشرف منك دكتور فايز. دكتور فايز معلم، دكتور مصطفى، دكتور بتفاجئك. مش لا 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 شباب 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 بعض السياسيين تربطهم قصة حب، والحب أوقات بيكون غدار، والسياسة بلبنان مثل علاقات الحب فيها خيانة وانتقام وحرب باردة تتطور أحياناً لهدنة مؤقتة قبل خوض معارك جديدة. ما كانوا ليجلسوا على مقاعد الوزارة لو لم تكن هناك إرادة مقررة من المرشد الأعلى لمنطقة غلبة السلاح. لك انت عميل المخابرات معروف قديش شعرك. لا مش معقول هذا الكلام. بالسياسة مثل بالحب مهم التعبير عن المواقف مهما اختلفت، ما يتخطى الخطوط الحمر. لحظة يا عم يتحدث سوريا يا عصر، مين هو هذا الكلب؟ لحظة شوي، انا بدي اقول له هو الكلب مش انا. اسمح لي، قال هيك قال هيك. انا اسمع وقت بده يحكي كلام بيحكي كلام. اصبعه كلاب عصر عصر. شو هو كومسيانجي يعني بيقبض على التوقيع؟ بيجي واحد تاني بيقول احترموا لرئيس الجمهورية ولا اعطوه؟ شو شحادة هي الممارسة؟ اسمع يا زميلنا، لك لا لا. وضروري أكيد كل شخص يعرف يهدئ أعصابه حتى ما يندم بعدين. على نجيب ميقاتي أن يعلم أن يدنا في السياسة طويلة وقادرون كذلك نحن على أذية مصالحه السياسية. بس لو عيد العشاء عنده جرعة سحرية بتخلي رجال السياسة يبنوا جسر متين للتواصل بين بعضهم، هيك بتكون النهاية سعيدة. You love me.